بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. سؤال الحقيقة ورد للبرنامج عن مسألة القدر والرضا بالقضاء والقدر، وفي نفس الوقت له علاقة بالظلم المسلط على رقاب العباد حاليا والاستبداد والطغيان المعشش في بلدنا. السؤال هو، هذا الظلم وهذا الاستبداد هل هو أمر قدره الله علينا لا يمكن تغييره، يجب الاستسلام له والرضا له أو الرضا به، ولا يعني محاولة تغيير هذا الظلم لا تتعارض مع مسألة الإيمان والرضا بالقدر؟ إن شاء الله نجيب عن هذا السؤال في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور رجب أبو مليح، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية في ماليزيا. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا بك دكتور. دكتور، هذه المسألة مسألة يعني الرضا بالقضاء والقدر وفي نفس الوقت مواجهة الظلم، كيف، هل هناك يعني تعارض في هذا الأمر؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا يوجد تعارض أخي الحبيب، لأن يعني هذه من المسلمات والبديهيات، ولكن للأسف الشديد قد ابتلينا بأناس في هذا الوقت الذي نحياه أنهم يلمون أعناق الأدلة ليا، وهذا اللي لا يعني يخيل على عقل ولا على الأطفال. فأنا معروف أن عمري قدر عند الله سبحانه وتعالى، لماذا أكل ولماذا أشرب ولماذا أعالج؟ يعني هل هؤلاء الناس الذين يسوقون لهؤلاء الناس الرضا بالظلم وعدم التغيير لأن ذلك قدر حتمي لا فكاك منه، وأن الذي يريد أن يفعل ذلك أو يغير ذلك فهو يعني يضاد ويعارض ناموس الكون والسنن الكونية، هل هذا إذا لم يعني استبد به الجوع أو العطش أو المرض لا يذهب إلى الطبيب أو لا يأكل أو لا يشرب؟ إذا كان يفعل ذلك يكون كلامه منطقيا، فالإنسان جبل على أن يدافع في هذا الأمر، يدفع الجوع ويدفع العطش ويدفع المرض ويدفع الفقر ويدفع هذه الأشياء ويسعى في مناكب الدنيا. سيدنا عمر رضي الله عنه كان له حادثة مشهورة ومعروفة، أنه في أحدى يعني المعارك التي كانت في عصره وأراد أن يذهب إلى بلاد الشام، فقالوا له يا أمير المؤمنين إن في هذا المكان وباء الطاعون. الطاعون كان يعني أشد فتكا من يعني كورونا ومن هذه الأمراض المنتشرة الآن. أي نعم. فلم يكن عنده النص من السنة في ذلك، لم يصل إليه لا هو ولا الصحابة الذين بجواره حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فجمع عمر بن الخطاب الناس وقالوا أشيروا علي أيها الناس، نحن الآن في جهاد وهذه فريضة علينا ونحن على مقربة من تحقيق النص، هل نعود أو ندخل أو ماذا نفعل؟ فاختلف الصحابة عليه، بعضهم قال يعني هذا قضاء الله وقدره وعلينا أن ندخل، ولا قال بيد الله، إذا كنا خرجنا للجهاد في سبيل الله فلا فرق بأن نموت مجاهدين أو نموت في البلاء أو نموت في الطاعون، لقد بعنا أنفسنا وحياتنا كلها لله. وقال بعضهم نرجع، وكان رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يرجع، فعاتبه أبو عبيدة بن الجراح قال يا أمير المؤمنين أنا فر من قضاء الله أو أنا فر من قدر الله؟ قال والله لو قالها غيرك يعني ما كنت أنتظر أن يقولها أحد مثلك في علمك وفي تقواك وفي معرفتك برسول الله. قال له نعم، نفر من قضاء الله إلى قضاء الله أو نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم لحق بهم أحد الصحابة وقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجدتم البلاء أو الوباء في مكان فإذا كنتم فيه فلا تخرجوا منه وإذا كنتم خارجه فلا تدخلون. فكانت بركة الشورى التي فعلها عمر بن الخطاب ورأيه مؤيد بعد ذلك وليس قبل ذلك، أيد بعد ذلك بالسنة المطهرة. فهذا أمر يخالف العقل ويخالف المنطق، ثم إنه يخالف الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، وعندنا فريضة غالية من فرائض المسلمين لا تقل عن فريضة الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يسلط عليكم عذابا فلا تدعوه لكم. قل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أما إنكم تمرون بآية من كتاب الله تضعونها في غير موضعها، وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أما وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يسلط عليكم عذابا
ثم تدعوه فلا يستجاب لكم. هذه مسألة يعني مكشوفة لا تليق أبدا حتى على صغار العقول أن نقول نحن في قدر الله الآن وعلينا أن نمكس. لو ماكس الصحابة ورضوا بقدر الله وقدره فما خرج الإسلام من المدينة المنورة وما أتى إلى مصر وغيرها من البلاد الكثيرة، الذي كل واحد فيهم كان يتشوف ويتشوق أن يكون هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة وصلوا إلى أسوار القسطنطينية وماتوا على أسوارها ولم يفتحوها، وكل جيل أتى أتمنى أن تفتح على يديه القسطنطينية وما فتحت إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد محمد المحمد الفاتح بعده بعدة قرون. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وهم أفهم وأدرى منا بسنة النبي وبالقرآن الكريم كانوا يتعرضون لهذا جميعا، وكان كل واحد فيهم يكون يعني يريد أن يكون سببا في رفع هذا البلاء ورفع هذا الظلم ورفع هذا السخط. وقال عمر بن الخطاب واضح صريحة: يعجبني من الرجل إذا سيم خطة خسف أن يقول لا لملء فيه. يعجبني الرجل، يعني هذا ثناء عليه ومدح له، أن الرجل إذا يعني تعرض له أحد بأذى حتى لو كان ظلما قليلا أن يقول لا بملء فيه، أضعف الإيمان أن ينكر هذا المنكر بلسانه أو بقلبه أو بيده إن استطاع إلى ذلك سبيلا. فمسألة الرضاء بأن هذا قدر محتوم وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر علينا هذا، إما أن الذي يدعي ذلك لا علاقة له بالعلم ولا بالعلماء ولا بالقرآن ولا بالسنة، أو أنه يدلس عليهم. والرأي الأخير هو الأرجح، أنهم علماء عندهم إجازات علمية وعندهم كذا، وهذا الأمر لا يحتاج إلى علماء، يحتاج يعني الإنسان عاقل فقط يفكر في شريعة الله سبحانه وتعالى بعقله. فكما يدفع الجوع والعطش والمرض والأذى عن نفسه، وكما يدافع عن محارمه، والذي لا يدافع عن محارمه ويموت يموت آسما. واجب على الإنسان أن يرد الصائل إذا اعتدى عليه أحد على عرضه أو على ماله، يعني من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون أرضه أو عرضه أو نفسه فهو شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طب دكتور، في هنا نقطة، هي مسألة إن يعني أحيانا واحد يقول والله أنا لا أرضى بالظلم، لكن الظالم يعني معاه قوة قاهرة، وإذا تكلمت مثلا وأعلنت عن رفضي فسأنال من الـ يعني كتير جدا من القتل والتعذيب والسجن وما إلى ذلك، فأنا أداهن وأتصنع بأن أنا مؤيد لهذا الظالم حتى يعني تمر الأمور. هل بهذا الأمر يكون الشخص يعني له مبرر عند الله، ولا يعني تحت باب مثلا الإكراه أو ما إلى ذلك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا الاختيارات جميعا ولم يجعل لنا لأنفسنا. لا يسعى الإنسان طبعا أن يداهن، ولا يسعى الإنسان أن يعني يمدح الظالمين ولا يسير في ركابهم بأي حال من الأحوال، إلا إذا أكره إكراها ملجئا كما يقول العلماء، مثل ما فعل ياسر والد عمار وزوج سمية عندما أخذوه وعذبوه حتى كادت روحه تخرج، وطلبوا منه كلمة الكفر فقالها، ثم قال عاد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله. قال ما أهلكك؟ قال أخذوني وضربوني وفعلوا في كذا وكذا حتى نطقت بكلمة الكفر. قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد. وفيه وفي غيره نزل قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا وصل الإنسان إلى حد الإكراه الملجئ هذا وليس الخوف من المستقبل فيسعه هذا الأمر، لكن في غير ذلك أضعف الإيمان أن يسكت، أضعف الإيمان أن يدعو للمظلومين، أضعف الإيمان أن يدعو على الظالمين حتى لو في سره وفي صلاته وفي سجوده لا يسمع به أحد، أضعف الإيمان أن يكره الظلم والظالمين، لكن أن يسير في ركابهم وأن يؤيدهم وأن يعني يعينهم وأن يأخذ على يد من يقف في وجوههم، كل ذلك يجعله مع الظالمين ولا يسعه. قد يسعه السكوت صحيح إذا كان في مكان ما ولا يستطيع أن يتكلم، لكن لا يسعه المداهنة ولا يسعه أن يكون عونا لهذا الظالم وأن يشي بالمظلومين ويرشد عليهم وعلى أماكنهم ويلحق الضرر بهم بحجة أنه مضطر ضرورة لا تسقط حق الغير كما يقولون ولا تبطل حق الغير. أنا لا أكون مضطرا فأنجو بنفسي وأقتل صاحبي أو أعرضه إلى الظلم أو للسجن أو إلى القهر بغير حق وأنا أعرف أنه مظلوم. هذه لا يكون إكراها ولا تكون حجة عند الله. قد يسعني الأمر السكوت إذا يعني لم أستطع وكنت في مكان لا أستطيع أن أتكلم فيه، لكن يكون قلبي مطمئن بالإيمان. وإن أخذ بعض الناس بالعزائم يكون أولى. بلال رضي الله عنه
لم يأخذ بالرخصة التي أخذ بها ياسر، وقال له بأن كلمة تغيظكم غير كلمة أحد لقلتها. لما قال له الصحابة إذا يعني طلبوا منك شيئا فقله لهم كما فعل ياسر، فقال لا أبدا والله، لو أعلم أن كلمة تغيظهم غير أحد لقلتها، ولكن أنا أعرف أن هذه الكلمة هي التي تغيظهم ويعني تؤلمهم، فكما يؤلمونني بالضرب والوضع الأحجار في الصحراء الشديدة. والرسول قبل من هذا وقبل من ذاك، لأن الإنسان تتفاوت الهمة وتتفاوت القدرة على الصبر. قبل من ياسر رضي الله عنه ورحمه الله، وقبل من بلال رضي الله عنه ورحمه الله. فالإنسان إما أن يأخذ بالرخصة أو يأخذ بالعزيمة، لكن يظل قلبه كاره للظلم وكاره لظلم الآخرين، وهذا يعني لعله ينجيه الله سبحانه وتعالى من يعني أن يقف موقفا يظلم فيه مظلوم وهو لا يدافع عنه. أي نعم. طب هناك دكتور الآية الكريمة يؤتي الملك من يشاء ويعني ويأخذ الملك من يشاء، هل يعني كيف يتم اختيار الحكام، أو مسألة يعني هل هناك تدخل إلهي في هذا الأمر؟ طبعا هو نحن نسلم أن لا شيء يحدث على ظهر هذه الأرض إلا بقضاء الله وقدره، ولو شاء ربك ما فعلوه، أن يأتي فلان أو أن يذهب فلان في علم الغيب مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا المكتوب نحن لا نعلمه، أخفاه الله سبحانه وتعالى عنا، وطلب منا أن نغير هذا إذا كان خطأ، كما نغير المرض في البحث عن الدواء عند الأطباء ونحن نعلم أن الشافي هو الله، وندفع الجوع بالطعام والشراب ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لو يعني أمد في أعمارنا فإننا لن نموت جوعا ولا عطشا، وندفع عن أنفسنا هذه الأشياء كلها بالعقل والمنطق وكل القوانين الأرضية والقوانين الوضعية والقوانين السماوية، يجوز للإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه بكل ما أوتي من قوة، نعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، ولكن كما قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، أو ندفع قدر الله بقدر الله، فندفع المرض بالعلاج وندفع الجوع بالطعام وندفع العطش بالماء أو بغير ذلك من السوائل، وندفع الظلم بمقاومة الظالمين إما بأيدينا إن استطعنا أو بألسنتنا إن استطعنا أو بقلوبنا، وذلك أضعف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هناك نقطة دكتور يعني حضرتك ذكرتها، مسألة الأخذ بالأسباب وهو أيضا من القدر، يعني دفع القدر بالقدر، علاقة القدر بالدعاء دكتور، يعني واحد يقول والله أنا أدعو على الظالمين وإن شاء الله عندي أمل كبير بأن هذا الظلم سينتهي بهذا الدعاء، هل يعني كيف نفهم مسألة الدعاء وعلاقته بالقدر؟ طبعا الدعاء مطلوب في أي وقت حتى مع كل الوسائل الأخرى، حتى لو كان الإنسان يغير بيده فلا استغناء لنا عن الدعاء، إذا كان يغير بلسانه فلا استغناء لنا عن الدعاء، إذا كان يغير بقلبه فلا استغناء لنا عن الدعاء، فهو سلاح المؤمن، ولكن إذا كان الإنسان قادر على أن يفعل أكثر من ذلك ولم يفعل فهو محاسب عند الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يكون يعني واضحا مع نفسه أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وهو يعلم أنه إذا كان قادر على أن يتكلم بشأن هذا الأمر ويقول يعني لا بملء فيه كما قال عمر بن الخطاب ولا يسكت عن ظلم المظلومين، فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على ذلك، والدعاء يكون سلاح المؤمن في كل هذه الأوقات، ندعو، وإذا كان لا يملك الإنسان إلا الدعاء فلا بأس يعني يدعو، وهذا الدعاء يؤكد على أنه لا يقبل بقلبه هذا الظلم ولا يرضاه، ويسعى فيه بالوسيلتين الأخرين إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء التغيير باللسان أو التغيير باليد. أي نعم. نقطة هنا أخرى دكتور عن مسألة طاعة ولي الأمر، يعني هل من يعني أخذ السلطة في مكان ما خلاص أصبح واجب على المسلم أنه يتبعه بأي طريقة كان أخذ هذه السلطة؟ حتى لو كان أخذها ببيعة المسلمين عامة وحكم له به أهل الحل والعقد، فالصحابة قاموا لعمر بن الخطاب وقالوا له والله لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا، وعمر بن الخطاب أتى بأرقى وبأنقى طريقة يختار فيها الحاكم المسلم، تمت له البيعة في يعني أوصى به أبو بكر الصديق أولا، ثم تمت له البيعة في المسجد وفي كل الأقطار وفي كل البلاد بعد ذلك، فأوصى به أبو بكر واختاره وعرضه على الأمة والأمة قبلته، وعلى الرغم من ذلك قال له أحد الصحابة ولم ينكر عليه ذلك ولم ينكر عليه أحد، فلما قال يعني أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن يعني فعلت غيره فقوموني،
قال أحدهم: والله لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بحد أسيوفنا أو بحدود سيوفنا، ولم ينكر عليه أحد. فسواء الحاكم أتى متغلبا قهرا أو أتى يعني بالبيعة وبالخلافة، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة كنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. ذكر الأئمة قبل العامة، أننا ننصح لأئمة المسلمين كنا نقدر على ذلك، وننصح لعامتهم، ننصح بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الدين النصيحة لله ولرسوله، وننصح لأئمة المسلمين وننصح لعامتهم. الذي يعني يقرأ سير التاريخ يرى العلماء الكبار أنكروا على يعني الحكام وأنكروا على الملوك، رغم أنهم كانوا لا يقارنون بما نحن فيه الآن، وكانوا يعني يحمون الصغور ويوزعون الفيء ويقيمون الصلاة ويعني أمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الحدود، لكن لما وجد منهم انحرافا ولو يسيرا أو ظلما ولو قليلا نصحهم علانية أمام الناس ولم ينكر عليه أحد. فهذه فريضة قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي نعم. في هنا نقطة دكتور، هي مسألة يعني قول الحق عند السلطان الجائر. أحيانا يعني هذه الكلمة قد تكلف الإنسان حياته، لأن يعلم أن هذا السلطان سيبطش به أيام بطش. فالسؤال دكتور، هل لو الواحد تجرأ وقال هذه الكلمة رغم هذا المصير المتوقع بشكل كبير، هل في هذه الحالة يكون أدى بنفسه إلى التهلكة، ولا يكون يعني عمل كويس؟ ليس لا يؤدي نفسه إلى التهلكة، لأن لابد من الناس أن تكون، خاصة إذا كان الرجل معروفا بعلمه أو بخلقه أو بمكانته الاجتماعية أو بمكانته العلمية، فلا بد قد يكون هذا الأمر واجب عليه. ولكن لو فعل ذلك عامة الناس، إن الله سبحانه وتعالى ورسوله خيرنا، يمكن أن نسكت عن هذا الأمر وننكره بقلوبنا، ويمكن أن نفعل ذلك ونكون مع سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ومن ينال هذه المكانة وهذا هذا القدر عند الله سبحانه وتعالى. ليس إلقاء للتهلكة، وأيضا هذه من الفهم الخاطئ لآيات القرآن الكريم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فقد قال فيها أحد الصحابة أظنه عمر أو أبو بكر أيضا، قال إن هذه الآية نزلت فينا معشر المهاجرين والأنصار عندما فتح الله على نبيه واستتب الأمر، كلنا نعود إلى زرعنا ونعود إلى تجارتنا، ونترك بقى النبي صلى الله عليه وسلم أو نترك الجهاد في سبيل الله، يعني يحدث الله ما يشاء، ليس بحاجة إلينا. فسماها الله سبحانه وتعالى ترك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه فتح مكة وكانت له الكلمة في الجزيرة العربية وخارج الجزيرة العربية، سماها إلقاء بالنفس إلى التهلكة. ولذلك نحن نطلب من طلبة العلم ومن العلماء جميعا، ونطلب من أنفسنا قبل أن نطلب من غيرنا، أن نعود قبل أن نتلفظ بهذه الآيات ونستدل بها، نعود إلى تفسيرها عند المفسرين الأسباب الذين تحدثوا في أسباب النزول، تحدثوا في معنى الآية، ولا نأخذ المعنى بالظاهر فنضل أنفسنا ونضل غيرنا والعياذ بالله. أي نعم. جزاك الله خيرا دكتور، إن شاء الله ندخل في الأسئلة بإذن الله، والحلقة هنخصصها للأسئلة المكتوبة لأن نتلقى فيها اتصالات هاتفية إن شاء الله. السؤال الأول دكتور، أخت سائلة بتسأل بتقول: حكم الشرع في من ينفق على أخته المطلقة لكنه لا يهتم بها معنويا ونفسيا ولا يزورها؟ وهذا الأخ يقول يعني إن هو ليس عنده وقت، وإن هو بإنفاقه على هذه الأخت هو كده عمل اللي عليه. طبعا هو واجب عليه الأمرين، وطبعا على قدر طاقته وعلى قدر استطاعته، ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذه الوسائل ربما لا تكلفنا كثيرا، إذا يعني اتصل عليها وهو في العمل أو في الطريق إلى العمل أو في خارج العمل، فنحن نضيع أوقات كثيرة، نضيعها مع أولادنا ونضيعها مع زوجاتنا ونخرج بهم ونتفسح معهم، فليس أنه أدى لها يعني الجانب المالي يكون أدى ما عليه. في بعض الحالات قد تحتاج الأخت إلى من يسأل عنها أكثر من أن يدفع لها المال، فإذا كان دفع المال والأنفس في الواقع تشح وتبخل بهذا المال وتضن به، إذا كان هو فعل الصعب فلماذا يترك السهل؟ هو أمر هين الآن، الصلاة أصبحت مجانية أو شبه مجانية، إذا اتصل عليها واطمأن عليها، إذا كانت مريضة ذهب إليها، إذا كانت يعني تعاني من مشكلة ذهب إليها، فلمن يذهب، لمن تذهب هذه الأخت إن لم تذهب إلى أخيها، ويفتح لها بيته ويفتح لها قلبه ويعني يشملها بعنايته ماليا ومعنويا، ولا يمكن أن يدفع لها المال، وربما تكون هي ليست في حاجة إلى المال، ربما تكون مريضة لا تستطيع أن تذهب إلى الطبيب، أو أنها يعني تشعر بالملل
أو تشعر بالاكتئاب أو تشعر بالوحدة، فكلا الأمرين واجب. إذا كان الأخ نجح في الصعب فعليه أن يعمل السهل، هو أن يسأل عليها بالتليفون حتى على الأقل، فإذا وجد عندها مشكلة يذهب إليها أو يدعوها إلى بيته ويكون دائما الصلة بها والسؤال عنها. أين هذه النقطة دكتور يعني تودينا على سؤال كان أخذ أحد الأخوة أرسله، قال إن له يعني أخ توفى، وكان هذا الأخ يعني مقطعه بشكل كبير، فهو بيقول إن أثناء الجنازة يعني أحد الناس قال لو الأخ علي دين فأنا كفيل به، فبيسأل بيقول يعني لو كانت الديون ليست ديون مادية ولكنها ديون معنوية، يعني أنا كنت محتاج منه اهتمام ووصلة لكنه لم يكن واصلا بي. فلو هناك دكتور مثلا، هل فعلا هناك حقوق معنوية لذوي القربة علينا؟ طبعا الحقوق المعنوية كما قلنا قد تكون أهم وقد تكون أكثر، وخاصة إذا ترتب عليها ظلم، يأتي وقد شتم هذا أو سب هذا أو شفى كدم هذا، فهذه الحقوق المعنوية مثل الحقوق المادية وقد تكون أكثر. في هذه الحالة إذا كان مات الأخ فنحن لا نستطيع أن نخاطب الميت الآن، هو أفضى إلى ما قدم، فنخاطب الآخرين بالعفو والصفح. إذا كان مثلا الأخ مقصر في حق أخته أو في حق أقاربه عمته أو خالته ثم أفضى إلى ما قدم، فنحن نطلب منها المسامحة، وهذه المسامحة ليست مجانا، المسامحة تأخذ أجرها من الله ربما أضعاف أضعاف ما كان يعطيه أخوها. إذا سامحت وقال حتى لو كان أخي ظلمني في الميراث أو فعل كذا وهو أفضى إلى ما قدم، مات فما سنفعل معه؟ لا نستطيع أن ننصحه الآن، ولا يستطيع هو أن يفعل لنفسه شيئا، مسكين مات على هذا الظلم. فنحن نخاطب المظلومين أن يعفوا أن يصفحوا وأن يغفروا وأن يتأسوا بأبي بكر الصديق الذي يعني طعنه أحد أقاربه مصطح بن أساسة في عرضه، وهذه المسألة لا يقبلها أحد يعني كائن من كان. ثم لما أقسم ألا يجري عليه النفقة وعاتبه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، قال نحب يا ربنا أن تغفر لنا، ثم أجرى النفقة على هذا الرجل الذي خاض في عرض أطهر خلق الله عز وجل عائشة بنت الصديق وزوجة وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس أمامنا الآن إلا أن نطلب من هؤلاء الناس أن يعفوا أن يصفحوا وأن يدعوا له بالرحمة، وهذا كما قلنا ليس مجانا، سنأخذ أجره أضعاف مضاعفة من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. أخ سيد الدكتور بيسأل بيقول إن ابنه شغال في مطبخ داخل أحد الفنادق، بيشغل طباخ يعني وبيتعلم الطبخ، بيقول إن هذا الفندق بيقدم فيه خمر وأيضا أشياء محرمة. سؤال الأخ السائل، هل راتب ابنه في هذه الوظيفة حلال أم حرام؟ إذا كان هو لا يباشر المعصية يعني لا يقدم الخمر ولا يعني يطبخ اللحم الخنزير أو لحم الميتة أو غير ذلك، إذا كان لا يباشره بيده، فهو يعمل في هذا المكان ويأخذ خبرة في هذا المكان حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بمكان آخر لا يرى فيها هذه المنكرات تفعل أمام عينه، وهو يتألم في ذلك ولا يستطيع أن يغيرها، لكن يعني أن يبقى في هذا المكان حتى يجد عمل آخر. أما إذا كان هو يعني يباشر هذه المعاصي وهو يطبخ اللحم الحرام أو يطبخ أشياء فيها خمر أو يقدم أشياء فيها خمر للناس، فهذا هو يباشر الحرام، ولا يجوز ذلك إلا إذا كان في حالة الضرورة، كان لا يجد طعاما لأولاده أو لنفسه أو نفقة أخرى، فهذا يكون من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، ويظل هذا الرجل يعني يبحث ويتحرى المكان الحلال حتى يعني يجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. إذا كان يتقي الله فعلا وينكر من قلبه ويكره هذا العمل من قلبه حتى لو لم يغير بلسانه ولا بيده، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له عملا حلالا يعني يسعد به إن شاء الله، ولا تكون فيه هذه الشبهات ولا يكون فيه هذه المحرمات إن شاء الله. في هنا نقطة دكتور، هي كان يعني كان سؤال جه على الواتساب اللي هو كان بيسأل على موضوع في بلاد الغرب أحيانا بتكون بعض المنتجات خاصة المنتجات اللي هي المخبوزات والكلام ده بيوضع في العجينة بتاعتها بعض الكحول، ولكن هذا الكحول يعني بيعتبر بيتغير شكله أو بتتغير ملامحه بعد ما يدخل الفرن والكلام ده. سؤال دكتور، هل لو دخلت في مكونات هذه الأمور يعني بعض الكحول هذه بتبقى حرام ولا إيه الوضع؟ طبعا إذا كان هناك البديل فلا يعني يتتبع هذه الشبهات ولا يدخل فيها مطلقا. إذا لم يكن هناك بديل لهذا فيسأل فيها أهل العلم. طبعا قالوا إذا تحولت النجاسة واستحالت، أي تحولت من عين نجسة إلى عين طاهرة سواء بالنار أو بغير ذلك، فلا بأس أن يعني لأنها تحولت، والأصل في الأشياء الطهارة وليس الأصل في الأشياء النجاسة، لأن هذه النجاسات في أصلها كانت طاهرة،
ثم تحولت إلى نجاسة بحكم الشرع. البول والغائط وهذا عبارة عن طعام طاهر دخل جوف الإنسان طاهرا وخرج منه نجسا. لماذا؟ لأن الشرع أخبرنا بذلك. فإذا كانت تتحول هذه النجاسة فعلا أو تتحول عين الخمر بفعل النار، وقال ذلك العلماء العدول في هذا الأمر، هذا طعام حلال لا مشكلة فيه مطلقا. أما إذا كانت تظل حتى ولو جزء يسير منها فما أسكر يعني كثيره فقليله حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى طبعا أن نبتعد عن هذا حتى لو كان طعمها أفضل قليلا، فنتعود على الطعام الحلال، والله سبحانه وتعالى يجعل مذاقه ويجعل طعمه ويجعل يعني يجعله في أجسادنا وفي أبداننا صحة وقوة وعافية أفضل من أن نأكل هذا الطعام الحرام أو الذي فيه الشبهات. أي نعم. طيب في سؤال أيضا دكتور مرتبط بهذه المسألة، هي موضوع أخ سائل كان بيقول أنه بيعمل في دولة أوروبية، بيعمل في أحد المتاجر اللي هي السوبر ماركت الكبيرة يعني، وعمله أنه بيقوم برص البضاعة في الأرفف، من ضمن هذه البضائع أحيانا بتكون زجاجات خمر، فسؤال الأخ السائل هل مسألة يعني لمس الزجاجة أو حطها على الرف أو كلام ده فيه حرمانية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لعن حامل الخمر من العشرة الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، شاربها وبائعها وساقيها وعاصرها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، فمنها هذا الأمر، فهو يحمل هذا الأمر ويضعه في الأرفف فهو يساعد في هذا المكان، ويدخل فيه الإجابة السابقة أيضا الذي تحدثنا عنها الآن، إذا كان مضطرا إلى هذا العمل لا يتركه حتى يجد عملا، ولكن يكون صادق مع نفسه وصادق مع الله عز وجل لأنه يبحث عن عمل آخر حيثما توفر هذا العمل حتى لو كان بأجر أقل من العمل الذي يمارسه الآن، يبتعد عن هذا لأنه يباشر الحرام بنفسه ويحمل هذه الزجاجات ويضعها، وربما لو طلبها منه أحد الناس يأخذها ويقدمها له، فيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. والشريعة الإسلامية كلما حرمت شيئا سدت كل المنافس التي تؤدي إليه، فلعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، ولعن الخمر عشرة، وكذلك كل من يعين على المعصية فهو مشارك ولو بنسبة معينة في هذا الأمر ما لم يكن مضطرا، والضرورات تبيح المحظور. أي نعم. أخ الدكتور بيقول أنا أوقات بتعرض للأذى النفسي من الناس اللي حواليا يعني، وإن أنا لا أرد هذا الأذى ولا أعاتب ولا أظهر أن أنا يعني زعلت، ولكن أكتم هذا الألم النفسي داخلي وبتعامل مع الناس اللي أذوني بشكل عادي، لكن من جوايا يعني بكون حزين، فسؤاله بقى هل هذا الأمر يعتبر نفاق؟ لا، ليس نفاقا أخي الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبش في وجوه ناس وقلوبنا تلعنهم، ولكن طبعا الأولى من ذلك إذا كانت المصارحة ستؤدي إلى إصلاح هؤلاء الناس وإلى تخفيف العبء النفسي على هذا الأخ فيعاتبهم، قل يا فلان أنت فعلت بي كذا، ربما لا يقصد وربما كان يقصد ثم اعتذر، لكن إذا تبين أنه كلما عاتبهم زادوا عنادا ولا فائدة منهم بالتجربة مرة واثنين وثلاث، فقازم الغيظ هذا له أجر عند الله، لأن كل أنه منافق، ولا يطلب من أحد كل إنسان ما وقع عليه ظلم أن يرد هذا الظلم عن نفسه، إذا كان قادر أن يرده يرده، إذا لم يكن يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى ويعفو، والمهم أن لا يؤثر ذلك على نفسه ويكتم هذا الغيظ فيؤذيه في قلبه، إذا كان يستطيع أن يعاتب هذا الأولى، كان يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهو أولى، إذا كان عاجز أو فعل ذلك مرات كثيرة ولم يتغير من أمامه وهو مجبر على التعامل معه بحكم أنه زميل له في الدراسة، زميل له في العمل، جار له في البيت ولا يستطيع أن يغير هذه الجيرة أو هذه الزمالة، فيحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ولا يكون منافقا، ويدعو لهؤلاء الناس في صلواته بصلاح الحال والبال، فيؤجر يعني مرات كثيرة بإذن الله تعالى إن شاء الله. أخت سيرة دكتور بتقول إنها هي مطلقة وليس لها بيت، سؤالها هل يجوز ليها أنها تأخذ قرض لشراء شقة، قرض من بنك ريبوي يعني؟ طبعا المسكن الآن من الحاجات التي تنزل منزلة الضرورة كما قال العلماء، لكن نقول لهذه الأخت الكريمة عليك أن تكوني واضحة وصريحة مع نفسك، لأنك كمن يأكل الميت الآن، القروض الربوية هي في حكم هي حرام متفق عليه عند جمهور الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية وغيرها، فإذا كان فعلا إذا كانت مضطرة لا تجد مثلا سكنا بالأجرة ولا تجد شيئا من الكماليات تبيعه وتدفع الثمن ولا تجد من يبيعها بثمن آجل، الشركات كلها الآن تبيع بثمن آجل وربما تكون أفضل حالة من البنوك، إذا تعين هذا الأمر ولم تجد وسيلة
ويعني لا نطلب منها أن تنام في الشارع، لأن ذلك هي امرأة ومطلوب منها أن تحافظ على عرضها وتحافظ على نفسها وتحافظ على دينها، فلا نطلب منها هذا، لكنها تسعى أولا في الوسائل الحلال، فإن عجزت عن ذلك فتفعل ذلك وتستغفر الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يغفر لها، لأنها لم تأكل الربا، هي موكلة الربا، هي أعانت المؤسسة الربوية أو البنك الربوي على أن يمارس الربا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هم سواء، لكن فرق العلماء بين الأمرين، قالوا أن موكل الربا هذا حرام سدا للزريعة، أما آكل الربا فهذا حرام لذاته، والحرام لذاته لا يجوز في أي حال من الأحوال. أما الحرام لغيره أو المحرم لسدا للزريعة فيجوز عند الحاجة الشديدة التي تنزل منزلة الضرورة أو عند الضرورة، والسكن الآن من الحاجات التي لا يمكن الاستغناء الإنسان عنها، لكنها تبذل جهدها ووسعها وتبحث عن الطرق الحلال، وربما تكون أيسر وأفضل من معاملتها في البنك الذي يراكم عليها الديون مراكمة غير عادية، فتخسر في الدنيا وتخسر في الآخرة ما لم تكن مضطرة أو محتاجة إلى ذلك احتياجا شديدا. في أخ سأل الدكتور بيقول إن عمره 65 عام، وإن زوجته أغضبته بشكل كبير لدرجة إن هو حلف عليها بالطلاق. هو بيقول إن هو قال لها علي الطلاق منك 4 مرات، كرر هذه الجملة يعني 4 مرات، إن أنا مش هكلمك ولا هتعامل معاكي من الآن. سؤال الأخ السائل، هل بهذا وقع الطلاق البات بينه وبين زوجته أم لا؟ اليمين بالطلاق يعني من كنايات الطلاق وليس من الطلاق الصريح، ولذلك يرجع فيه إلى النية، يرجع فيه إلى نية السائل. أقول له إذا كنت تفعل ذلك على سبيل القسم، ومعظم الناس يفعلونه على سبيل القسم لا يفكرون في الطلاق ولا شيء، بدل ما يقسم بالله سبحانه وتعالى يقسم بيمين الطلاق، والقسم به غير جائز أصلا، قسم بالطلاق غير جائز يعني، ففي هذه الحالة يكفر عن هذا اليمين بإطعام 10 مساكين إذا كان قادرا، أو بصيام 3 أيام إذا لم يقدر على الإطعام، ويكلم زوجته لأنه لا يستطيع أن يعيش معها فترة طويلة بغير كلام، حتى لو أدى الخصام إلى 1 أو 2 أو 3، فخيرهما من يبدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أولى من غيرها في هذا الأمر، فيعني يكفر هذا اليمين. إذا كان ينوي الطلاق ويعني يقصده في هذه الحالة، فإن كلمها وقعت طلقة واحدة وليست 4 طلقات أو 3 طلقات، لأن هذا هو الرأي الذي يفتي بها يفتى به في كل دور الإفتاء والمجامع الفقهية الآن، أن الطلاق الثلاث حتى لو كان باللفظ الصريح الذي يقول لزوجتي أنت طالق 3 أو أنت طالق 100 أو أنت طالق 20، كل ذلك يقع طلقة واحدة يستطيع يراجعها إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية وليست الثالثة. فنحن نقول في الغالب أن هذا الرجل يقسم، إذا كان يقسم عليها يكفر عن هذا اليمين ويكلمها، إذا كان ينوي الطلاق عليه أيضا أن يكفر، أن يعني يحتسب هذه الطلقة ويكلمها وتحتسب الطلقة ولا يعود مرة أخرى إلى هذا الطلق. أخ سيد الدكتور بيقول إن هو زوجته توفت، وهو تزوج بعد ما توفت زوجته يعني من زوجة أخرى، لكن للأسف الزوجة الأخيرة لم تكن على مستوى الطاعة والأخلاق، واضطررت لطلاقها بعد أن استغلتني استغلال مادي كبير، ثم بعد ذلك بيقول إن عمها ساعدها على رفع قضية تبديد منقولات وبعض القضايا الأخرى عليه حتى تبتزه لدفع الكثير من الأموال. سؤال الأخ السائل بيقول إن هو كل ما تذكر الظلم اللي تعرض ليه من هذه المرأة يعني يقول حسبي الله ونعم الوكيل ويدعو عليها دعاء شديدا. فالسؤال بيقول هل عليه ذنب لأنه بيدعو عليها ولا يعني يستحق هذا يعني؟ هو طبعا هناك مراتب للمؤمن، المرتبة الأولى هو الفضل، إذا تعامل بالفضل وغفر وسفح ولا تنسوا الفضل بينكم، فهي كانت زوجته حتى لو كانت يعني دون المستوى أو كانت يعني صالحة أو كانت طالحة، هي زوجة ويعني أفضى بعضهم إلى بعض، واطلع عليها ما لم يطلع منها أبوها ولا أخوها، واطلعت عليه كذلك ما لم تره أمه ولا أخته، فإذا غلب الفضل فلا يكون هذه مرتبة. إذا لم يستطع ذلك ودعا، فالدعوة في الدعاء أصلا ليس معصية، إذا قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فإذا كان الذي أمامه ظالم فهو يستحق ذلك، وإذا لم يكن ظالما فلا بأس، فلن يناله شيء، الإنسان دائما يقول هذا الدعاء في كل وقت، فإذا دعا عليها وكان ظالما فهذه مرتبة من المراتب، لكن طبعا العفو والصفح أفضل. إذا لم يستطع كان هذا الظلم متكررا ولم يستطع أن يرفع الظلم عنه في هذه الدنيا بأي وسيلة أخرى، كان يعني يدفع بمحامي آخر أو بقضية أخرى ويدفع عنه الظلم، أو يشتكي إلى أقاربها من العقلاء أو من الصلحاء في المجتمع، إذا لم يفعل ذلك ودعا عليها، فإما أن تكون الدعوة هي تستحقها فهو لم يأسن في ذلك، أو تكون في هذه الحالة هي ليست ظالمة
فلن ينالها شيء من هذه الدعوة إذا كانت غير ظالمة. ده نعم. أخت سائلة دكتور بتسأل عن موضوع رسم الحنة، بتقول يعني هل يجوز رسم الحنة على الإيد والنزول بها في الشارع مع العلم أنها يعني هتكون واضحة للناس يعني؟ طبعا الزينة كما قلنا عند المرأة يعني عورة، المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء. فإذا كانت هذه المرأة تأخذ برأي جمهور الفقهاء وأنها تكشف يعني يديها وتكشف وجهها، فالزينة في الوجه خاصة إذا كانت الحناء وليست طبعا المكياج الشديد الذي تضعه المرأة على وجهها، فهذا أمره وحكمه مختلف. لكن الحناء فيها نصوص يعني أباحها النبي صلى الله عليه وسلم، أباح الخضاب وأباح أن تضع المرأة يعني تتحلى بالذهب في يدها وغير ذلك كالخاتم والإسورة وغير ذلك، فلا شيء عليها إن شاء الله في هذا الأمر، لأن يعني هذه ليس من الزينة المسموح بها للمرأة سواء خرجت بها أمام محارمها أو في الشارع، فلا بأس عليها إن شاء الله. إن شاء الله. أخ سائل دكتور بيسأل بيقول إن هو يعني في تاجر باع بضائع لأحد الأشخاص بالدين يعني، وهذا الشخص لم يسدد حتى الآن هذا الدين، وهو بيقول إن هو يعني الشخص بيقول إن هو يعني يريد السداد لكن لا يستطيع، ظروفه لا تسمح. سؤال الأخ السائل بيقول هو الآن بيحسب زكاته، هل يحسب هذا الدين اللي هو ليه عند هذا الشخص من ضمن وعاء الزكاة ويزكي عنه ولا لا يحسبه؟ يحسب الدين عند الرجل ويخرج عليه زكاة أو لا؟ أي نعم، هو لما يستلم الآن المبلغ ويعني يبدو أن هو يعني إيه مفيش أمل أن هو يرجع الفلوس في الوقت الحالي. نعم، إذا كان طبعا المال عند مليء ويوقن الرجل أو يغلب على ظنه أنه سيعود يخرج زكاته في كل عام 2.5%. إذا كان عند رجل كما وصف حالته هكذا ربما يدفع وربما لا يدفع، فلا يخرج الزكاة إلا عند القبض، إذا قبضه بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس أو عشر يزكيه عن سنة واحدة فقط ولا ينتظر به الحول، يأخذ المال في اليوم الذي أخذه منه بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، وإذا كان هذا المال بالغ النصاب وطبعا حال عليه أحوال كثيرة فلا يدفع عن كل الأحوال، يدفع عن مرة واحدة فقط، وفي بعض العلماء قال يستقبل به حولا جديدا، ولكن خروجا من الخلاف يزكيه عن سنة ماضية فقط إذا كان الدين هذا على رجل لا يعرف إذا كان سيعود أو لا يعود. أما إذا كان يعلم أن هذا الدين سيعود على حسب غلبة الظن فيزكيه حتى يعود إليه. أي نعم. في أخ سائل دكتور بيسأل أنه بيقول أنه اشترى قطعة أرض، وبعد ما اشترى الأرض ديت أجرها للبائع لمدة 3 سنين، وبعدين بعد قبل نهاية المدة طلب البائع فسخ العقد وقال له أنه هيرجع له ثمن الأرض مرة تانية، وبدأ يرجع له ثمن الأرض على أقساط، لكن قبل يعني ما وصل لمبلغ معين توقف عن الدفع وقال له كده انا سددت لك ثمن الارض كامله، لان يعني مع حساب التضخم لان المعامله كانت بالدولار حسب كلام الاخ السائل في السؤال. فالسؤال الاخ السائل بقى هل يجوز لي ذلك ولا هو كده ليه حق عنده ولا ما الحكم في هذا الحال؟ المفروض طبعا ان نعيد له ما اتفقوا عليه بعد ذلك، ان الفسخ بعد 3 سنوات اما ان يكون فسخا بمعنى انه عقد من يعني ان الرجل تنازل عن هذا الامر واقال، يسمى عقد الاقاله، اقال بيعه هذا الرجل فياخذ المال كاملا، واما ان يكون بيعا جديدا يبيع له بسعر السوق، فاذا اتفق معه بعد 3 سنوات على سعر معين لا يحتسب القيمه الايجاريه من هذا السعر، لان الرجل اشترى وتملك ودفع هذا المال، وربما يكون هو عندما يعيد له المال الان سواء كان بالدولار او بغيره ربما يكون فيه خساره او غبن له، طالما ان المشتري تسامح مع هذا البائع وقبل ذلك فلا يحق له ان يخصم الاجره او الايجار الذي حصل عليه من الثمن، ان هذا اما ان يكون بيعا جديدا واتفق هم على سعر جديد او انه اقاله، والاقاله تكون على حسب ايضا ما يتفق عليه سواء كان نفس السعر او اقل من السعر او اكثر من السعر، لكن المهم كل ما اتفقوا عليه على هذا الرجل ان يسدده كاملا ولا يتعلل بأنك أجرت لي سنة أو سنتين، إن هذا من حقه، هو كان يملك هذا العقار أو يملك هذه الأرض فأجرها بحقه وأخذ أجرتها بحقه، فإذا اتفق على ثمن بعد ذلك سواء كانت إقالة أو كان فسخا أو كان بيعا جديدا فعليه أن يدفع ما اتفق عليه، لأن المؤمنون عند شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أختي سائلة دكتور بتقول إنها كانت بتشتغل في إحدى الشركات الكبرى، وكان في زميلة في العمل يعني المديرة بتاعتها يعني كانت بتحاربها بشتى الطرق، وكانت زي ما بتقول يعني بتعمل فيها شكاوى وأظهرتها بشكل سيء، حتى اضطرتها في النهاية إنها تترك هذا العمل
الكلام ده من 7 سنوات، وخلال هذه المدة لم تجد عمل آخر وأحوالها المادية أصبحت سيئة، فهي ظلت تدعو على هذه الست اللي ظلمتها دعاء كبيرا. وهذه السيدة مرضت بمرض خبيث وماتت من شهر. فسؤال الأخت السائلة بتقول، هل هي لازم تسامحها عشان هي ماتت ولا ما تسامحهاش؟ وهل هي يعني الأخت السائلة يعني عليها ذنب لأنها دعت عليها؟ يعني هل هي تسببت في هذا الموضوع أم لا؟ طبعا الدعاء على الظالم سواء كان يعني هذا ظلم عام أو ظلم خاص لا يعتبر معصية ولا يحتاج إلى تكفير. الإنسان يدعو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى إذا وجد نفسه مظلوما ولم يستطع أن يسترد هذا الحق بالطرق المشروعة أو باليد أو بغير ذلك، فإنه يدعو على الظالم، فهذه ليست معصية. لكن بما أن هذه المرأة ماتت بهذا المرض الخبيث لعل ذلك يكون قد كفارة لها، فعلى الأخت أن تسامحها الآن، سامحها حتى يعني كما قلنا ليس مجانا، تسامح هذه المرأة فتأخذ أجرها من الله سبحانه وتعالى، لأنها لن تستطيع أن تأخذ منها شيء أفضل إلى ما قدمت. وإذا كانت فعلا هذا الظلم ترتب عليه هذا الأمر، فهي في مرحلة بين أمرين، أمر العدل أن تعاملها بالعدل تظل على هذا الأمر حتى تستوفي حقها منه يوم القيامة. في هذا يعني تخويف للناس، عندما يظلم الإنسان يخشى أن ألا يسامحه المظلوم، ولا يقول إن أختي ستسامحني وأمي ستسامحني ووالدي سيسامحني لأنهم يعني أناس طيبون، ربما لا يسامحوه. الإنسان لا يقترف هذا الظلم ولا بد أن يتوب عنه في حياة الدنيا. لكن بما أن هذه المرأة قد أفضت إلى ما قدمت ولعل هذا المرض كفارة لها من ذنوبها، فتسامحها الآن وتأخذ أجرها من الله أفضل، لكن لا تعاتب نفسها لأنها يعني عبرت عن هذا الظلم إذا كان فعلا ظلما حقيقيا وواقعا وليس متوهما، عبرت عن ذلك ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى أن يرد لها حقها، وهذا ليس فيه معصية وليس فيه إثم وليس فيه ظلم لهذه المرأة طالما أنها كانت ظالمة. أي نعم. في أخ سائل دكتور بيسأل بيقول إن هو الحمام عزك الله يعني في بيته كبير، وبيقول إن التواليت والحوض بعيد يعني في مساحة. سؤال الأخ السائل، هل يجوز ليه إن هو يعلق دعاء الوضوء على المراية داخل دورة المياه حتى يتذكر إن هو يقوله، وفي نفس الوقت أيضا لو كان ما ينفعش يعني هل يجوز ليه إن هو يتلفظ به بصوت عالي داخل الحمام؟ والله إذا كانوا كل هذه الأشياء في مبنى واحد ومحاط بسور واحد كما يحدث في حماماتنا العادية أنه باب واحد يغلق، فالأولى الترك، ممكن يضعه على الباب من الخارج. نعم. ويمكن أن يعني ينوي هذا الدعاء دون أن يتلفظ به، ثم بعدما يخرج من المكان يتلفظ به، ينوي دعاء الوضوء أو يقوله قبل أن يدخل، وإذا نسي أن يقوله قبل أن يدخل يقوله قبل أن يخرج. وإذا وضعه على باب الحمام من الخارج فلا بأس، دعاء الوضوء أو دعاء دخول الخلاء أو الخروج من الخلاء، كل ذلك أذكار طيبة. لكن طالما أن الجميع في مكان واحد ويعني فيه كذا، فيعني يأخذ بالأحوط بهذا الأمر مهما كانت الحمامات نظيفة ومهما كانت متطورة ومهما كانت كذا، لكن في النهاية هو يوضع فيها النجاسة، لا تخلو من النجاسة لحال من الأحوال. فنأخذ بالأحوط في هذه المسألة ونقول هذا الدعاء، إما أن نقوله قبل أن ندخل أو نقوله بعد أن نخرج، ونضع هذه الأذكار والأدعية على باب الحمام من الخارج وليس من الداخل. أي نعم. الأخ سيد الدكتور بيقول إن والده توفى وهو يعني قام في الجنازة وقال أي حد له دين عند والدي فأنا كفيل به. سؤال الأخ السائل بيقول إن هو يعلم إن والده عليه ديون لناس هو لا يعرف عناوينهم ولا يعرف أسمائهم ولا يعرف حتى المبالغ كانت كام، يعني فماذا يفعل؟ هو يجتهد ما استطاع، إنه إذا طبعا ترك الوالد إرثا فيجب أن تخرج هذه الديون قبل أن يقسم الميراث. إذا كان ترك إرثا يغطي هذه الديون أو يغطي معظمها أو أقلها أو أكثر منها، فتدفع الديون ويجتهد الأخ هذا في الوصول إلى الناس. فإن عجز عن ذلك وكان يعرف هذا الدين يجنبه ويجعله أمانة عنده ولا يقسمه في الميراث. إذا كان لا يعلم طبعا لا بالقدر ولا بالأناس، فيعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقسم الميراث. ولكن إذا ظهر أحد في أي وقت من الأوقات وأقام الحجة أو الدليل أو كان ثقة عند هذا الرجل وقال أنا كان لي عند أبيك كذا، يدفع له هذا المال طالما أن له تركة. إذا مات الرجل طبعا ولم يترك شيئا لقضاء هذا الديون، فالأمر متروك لأولاده. إن أرادوا أن يحسنوا إلى أبيهم من باب يعني الإحسان ومن باب المستحبات والمندوبات يفعلوا،
وإن لم يفعلوا فلا إثم عليهم ويتحمل نتيجة هذا الأمر لأنه استدان أو ظلم الناس أو أكل حقوقهم ولم يترك حقا يوفى منه هذا الحق. ولذلك هذا أمر يعني لنا جميعا أن نتخلص من هذه الديون أو نتأكد أن عندنا ما يكفيها ونوصي بذلك بشكل واضح في وصيتنا ونعلن به أهلنا أن فلان له عندي كذا أو أنا لي عند فلان كذا حتى لا تضيع الحقوق. لكن في هذه الحالة إذا اجتهد الابن وصل إلى جزء من هؤلاء الناس أو لم يأتي إليه أحد أو لم يعرف عدد الدين أو عدد الدائنين فلا بأس عليه إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضي عن الخصوم عن والده ويكسر من الصدقة التطوعية ومن الدعاء ومن التصدق من أجله، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه وأن يخفف عنه هذا الدين. آمين يا رب. دكتور، أخ سائل بيقول إن هو حصل على مبلغ من بنك إسلامي على سبيل التورق وفتح بهذا المبلغ صيدلية. الصيدلية بيقول إنها اشتغلت وبتدر ربح. حاليا رأس مال الدواء داخل الصيدلية 240 ألف جنيه مصري، ولكن عليه أقساط اللي هو سداد الأموال، يعني رأس المال عليه سداد أقساط بلغت يعني عدة ملايين. سؤاله بقى، هل عليه زكاة رغم وجود هذا الدين الكبير ولا ينتظر حتى سداد الدين ثم يخرج الزكاة؟ طبعا قبل أن نجيب للسائل الكريم عن هذا الأمر إذا كان في وقت في الحلقة باقي، نعلمه أن العلماء فرقوا بين التورق المصرفي المنظم والتورق العادي. أي نعم. التورق العادي بمعنى أن أنا يعني محتاج إلى المال فأذهب أشتري سيارة أو أي جهاز كهربائي ثم أبيعه لطرف آخر خارج البنك الذي اشتريت منه أو الشركة التي اشتريت منها بثمن أقل حال وأنتفع بهذا المال. قالوا هذا جائز، يجوز عند الحاجة إذا كان الإنسان يحتاج إلى هذا المال يشتري سيارة ويبيعها، يشتريها الآجل ويبيعها عاجلا، أو يشتري بيتا ويبيعه، يشتري جهاز كهرباء ويبيعه. لكن التورق المنظم المصرفي الذي تتحايل به بعض البنوك الإسلامية على الربا، بمعنى أن علي قرض مثلا معين على البنك 50 ألف أو 100 ألف ثم عجزت عن سداد هذا القرض، فيأتي البنك يقول لا بأس أعطيني توكيل أن أشتري لك شيئا بثمن آجل وأبيعه بثمن عاجل وأستوفي أنا ديني، وينتقل الدين مثلا من 100 ألف إلى 120 ألف في السنة التالية، من 120 إلى 150 إلى 200، وهذا ظل يتضاعف هذا الدين. المجامع الفقهية قالوا هذا التورق المصرفي المنظم حرام لأن فيه حيلة إلى الربا. أما التورق الفردي أن أخذ من رجل ثم أبيع لرجل آخر أو لمؤسسة أخرى أو لمكان آخر لأني أحتاج هذا المال، هذا جائز. نأتي إلى سؤال الأخ الكريم، فإن في الزكاة أنا أحسب كل المال الذي عندي في بداية الحول ونهايته ثم أخرج الدين المستحق في هذا العام. إذا كانت علي ديون مثلا لمدة 20 سنة فلا يتصور عقلا أن أخرج الديون التي علي 20 سنة كل سنة. أنا قسط الحال علي الآن مثلا 10 آلاف أو 100 ألف، أخرجها أولا من وعاء الزكاة، لا أحتسبها، أسدد هذا الدين أولا ثم أسدد دين الله عز وجل في حق الفقراء ثانيا بعدما تبقى لي. لكن لا يخرج الأقساط كلها أنها قد تكون أكثر مما يملك فيظل 20 سنة أو 30 سنة لا يدفع الزكاة، ويخرج الدين المستحق عليه في هذا العام ثم يزكي الباقي إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول، يخرج عليه 2.5% وفي العام التالي يفعل كذلك حتى ينتهي من هذا الدين. أي نعم. يا دكتور تقريبا لسه يعني دقيقتين من وقت الحلقة، له هناك تعليق في نهاية الحلقة إن شاء الله؟ والله نعود مرة أخرى إلى مسألة الاحتجاج بهذا الأمر لأنها مسألة يعني حدثت أو تحدث لبس كبير عند الناس، خاصة إذا سمعوا بعض العلماء أو طلبة العلم أو الذين يتكلمون في الشريعة عامة، لأن هذا المال أصبح الآن يعني يلجه من يعرف ومن لا يعرف. فنحن نؤكد على هذا الأمر أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، كان يمكنه أن يسكت عند الأصنام 300 أو أكثر من 300 صنم ويحرسها هؤلاء الناس ويفدونها بأعمارهم، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وضرب وشتم وأوزي إزاء شديدا، ويعني لم يغير شيئا طوال 13 عاما، ما غير صنما واحدا، ولا استطاع أن يصرف الناس إلا من يدخل معه الإسلام. ثم شاء الله بعد ذلك بعد 8 سنوات في الهجرة أن يعود ويغير هذا المنكر بيده. فلا نحتج بهذا الأمر، وعلينا أن نرضى بقضاء الله، نعم نسلم بقدر الله عز وجل، ونعلم أن ما يتم في هذه الأرض أو في أي مكان ما
فهو بقدر الله عز وجل، وأن الله لو يعني استطاع، لو الله أراد الله سبحانه وتعالى أن يغيره يغيره، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بالأسباب وتعبدنا بذلك أن ندفع عنا هذا الأمر، فإذا تحقق فبها، وأجرنا عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، وإن لم يتحقق نموت ونحن على هذا الثغر، كما مات يعني مصعب بن عمير، وكما مات حمزة، وكما مات عمار، وكما ماتت سمية، وعشرات من الصحابة في عهد النبي وبعده ماتوا من أجل هذه الفريضة، أن يكون الدين كله لله، نحارب الناس حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ضاعت الدماء كلها ولم تضع، ولكن بسبب هذه الدماء وسبب هذا العرق وسبب هذا الجهد وصل إلينا الإسلام غضا طريا ننعم به الآن. فعلينا أن نتأسى بهذا الأمر، نتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نكترئ على آيات الله ولا سنة النبي، كما قلنا في حلقة ماضية لابد أن نرجع إلى العلماء العدول في التفسير وفي الحديث وفي غير ذلك، ونستشيرهم في هذا الأمر، ولا نتجرأ بأنفسنا على النص، لأن النص قد يكون قطعي الدلالة يفهمه كل إنسان، وقد يكون ظني الدلالة لا يفهمه إلا من أوتي علما من الله سبحانه وتعالى. أي نعم، جزاك الله خيرا. في نهاية حلقة اليوم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور رجب أبو مليح، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية في ماليزيا، والشكر طبعا موصول لحضراتكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.